في الآخر هي تعتبر ما أكثر من كلب مقعدين في مجموعة من الأشخاص يهمونهم، يعطونهم بطاقات يقولون أنتوا نقابة الفنانين في الكويت. يعني هذه الأشياء اللي قاعد تصير على يعني من تصرفات على محيط الكويت. يعني ماشي، احنا على قولتهم اهل الدار ونتحمل بعض، وممكن نختلف او نتهاوش، يلا ما حد يدري عننا.